السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صحيح ان قشرة الدلاع تتسم بفعالية كبيرة في علاج 5 امراض، وما هي؟ وهل يأكل المريض السكر الدلاع؟ شكرا. كلمة علاج، نعم. كلمة علاج قوية، وأنصح الناس بأن لا يقولوا كلمة علاج تعالجني القشرة 5 أمراض، هذا صعب. لا، لأن المريض غادي يسمع هذه المعلومات، وهذه هي المعلومات التي تنشر هكذا من بدون بين الناس خبرة فعلا. والمريض كتكون الحالة ديالو النفسية مضطربة، كيكون خايف، نعم. ملي كيسمع واحد الخبر كيمشي يقلب على المادة يشري يبدا ياكل فيها، هذا تصرف خاطئ. نحن في عصر العلم، وحتى الأحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن بالعكس دابا ولينا كنستافدوا منها أكثر على ضوء العلم. وهذه الاحاديث ولاو الناس كيستعملوها لاغراض تجاريه. هناك من يكتب احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الحانوت ديالو اللي كيبيع فيه، هذه تستعمل لاغراض تجاريه فقط، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الممارسات، صلى الله عليه بريء من هذه الممارسات. لماذا؟ لان تكلم عن اشياء طبعا هي اللي تكلمنا عليها احنا، اللي قلنا فيها مواد قويه. قشور البطيخ لا تعالج اي مرض، لا 5 ولا 1 ولا 0، لا 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 لا. قشور الدلاع باش الناس ما يبقاوش خاطئين، غادي يمشي يلقط القشور ديال الدلاع. الناس السنة الكونية التي جعلنا الله سبحانه وتعالى نعيش عليها، اننا كنقشر الهندية كنرميو القشرة وناكلوها. احنا علاش؟ لان هذيك القشرية كياكلها الحيوان، تا هو خصو ياكل. طبعا اننا كنقطعوا البطيخ كناكلوا اللب ديالو، كنلوحوا القشور، تا هما كيلتقطات منهم الحيوان، الحيوانات كتاكل القشور ديال البطيخ. الا هذيك هذيك المنطقة البيضاء اللي على القشور ديال البطيخ، هذيك المنطقة البيضاء هي اللي كانوا كيدوزوها العيالات النساء على وجوههم، كيحكوا بها وجوههم، منعمة للجلد، كتنعم الجلد وكتنعش الوجه من الحرارة ديال الشمس، لأنه هو الدلاع كيكون موسمي. نعم. ولا يستهلك البطيخ في شهر 11 و12، لا يستهلك البطيخ إلا في فصل الصيف، فشهر 6 و7 و8. نعم. يعني عاد هذه علاش؟ لأن هذه هي الأشهر اللي فيها الليكوبين، فيها البطيخ الأحمر والطماطم، الله سبحانه وتعالى خرجهم في هذا الوقت. والليكوبين هو فلافونويد كيبرد الجسم، ينعش الجسم، وفلافونويد حافظ من الجذور الحره، لان الناس كياكلوا اللحوم في فصل الصيف كثيره. نعم. ان الله ضابط كل شيء ووضع ميزان، يعني يجب ان لا نخلها بهذا الميزان، فيكفي ان نتبع الناموس الكوني فقط. ولكن يعني انا انصح الاخوه والاخوات جزاهم الله خيرا باش يسحبوا كلمه علاج من هذه التدخلات والأسئلة. كلمة علاج موكولة للطب وللعلم. أما بعض الكتب اللي كتكلم على العلاجات وعلى بديل الطب البديل، هذه أشياء كلها تجارية فقط، تجارية لا أساس لها من العلوم، تجارية فقط. لأن الآن هذا لا يعني على أن الطب الحديث راه كيستعمل كيماويات، نعم، ولكن نحن لازلنا بصدد تقدم آخر، هو الرجوع إلى المكونات الطبيعية لكي نستعملها بطريقة علمية محضة، تكون خاضعة للقياس الطبي، وتكون خاضعة للتجارب، تكون خاضعة للتجارب السريرية طبعا، ماشي هذا. أما أن نبقى هكذا نشيع بعض الأخبار اللي ربما بعض الأمراض غدا تزاد، كاين الناس الآن اللي كياخذوا أعشاب للأمراض ديالهم كتزاد. لماذا؟ لأن التركيز الموجود في الأعشاب هو تركيز لا يشفي، لأنه تركيز ضئيل جدا. باش هذاك الشخص هذاك التركيز يكون عنده تركيز علاجي، خصو ياكل واحد الكمية كبيرة، واحد نص كيلو ولا كيلو من هذيك العشبة، يعني لا يمكن، وإلا العشبة كيكونوا فيها مواد أخرى سامة، فإذا سيلقى حتفه. فالناس يتعاملوا بذكاء وبحذر، وهذه الإشاعات هذه حنا كنصحوا عليه، يعني نصحوا هذه النصائح، يعني والحمد لله أن نصحنا كثيرا من 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 النصائح. لو كان الناس يتناولون المواد الموسمية الطبيعية لا يمكن أن يكون هناك أمراض، من المستحيل، وعدا عليه حقا سبحانه وتعالى، لأنه خلق الإنسان وخلق له في الكون ما يجعله يعيش سعيدا. فإذا كان الإنسان يخل بهذا الكون،
فهو يتحمل مسؤوليته ويذيق الله سبحانه وتعالى يذيقه شيئا من هذا الفساد. أكيد. كما يقول تعالى في محكم كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. غير باش شوية يردعنا، باش يرجعنا شوية يزجرنا، باش يرجعون لهذه الحقيقة، وأن هذا الكون فيه أشياء خطوط حمراء إذا تعداها الإنسان فالله سبحانه وتعالى يوكله لنفسه، ما خص يتعدى خطوط حمراء في الناموس الكوني اللي وضعه الله سبحانه وتعالى. أننا الآن بغينا الله سبحانه وتعالى مثلا أعطى النوع ديال القمح مثلا كيعطي 10 قنطارات في الهكتار، إلى هذاك القمح بغيناه يعطي 80 قنطار في الهكتار، فإحنا كنطلبوا أكثر. نعم غادي ناخذ 80 قنطار، ولكن ما غاديش يكون القمح ديال 10 قناطر، لان التركيز ديال المركبات الكيماويه غادا تزاد فيه ومركبات. لاحظوا الان حاليا ان القمح اصبح يسبب حساسيه ولم يكن يسبب حساسيه من قبل. هذا مثال بسيط، ولذلك هناك خطوط حمراء في الكون يجب ان لا نتعدى هذه الخطوط الحمراء. اعطيك مثال حليب مثلا. كانت ابقار كتعطي 5 لترات ولكنه حليب يصلح لصحه الانسان، وكانوا تيغليوه للمرضى ملي كيمرض الشخص كيعطيوه هذاك الحليب يقتاتل. الان ولا العكس، ولات ابقار كتعطينا حتى 30 لتر في اوروبا، الان الابقار كتعطي حتى 35 لتر، ولكن ليس الحليب ديال 35 لتر هو الحليب ديال البقر البلدي اللي كان عندنا كيسرح، ما كان عطيه لأعلى في الأول، وكان كيسرح لوحده كيختار هو النباتات، يعني كيختارها طبعا بالوحي اللي اعطاه الله سبحانه وتعالى باش يختار هذيك النباتات، وكيعطينا هذاك الحليب القليل، ولكنه حليب يصلح للتغذية ويصلح لكثير من الأشياء. فهذه الإنسان الآن أصبح يتحدى هذه الخطوط الحمراء في طرق الإنتاج، في تقنيات الإنتاج، في طرق التصبير، في مسائل، في إضافات بعض الكيماويات لزيادة في الإنتاج، بعض الهرمونات الآن اللي كتعطي النبات. نعم. كاين هرمونات الآن كتعطي النبات وكتعطي الفواكه. كاين بعض المكونات الآن اللي كيزبروا الأشجار كيدهنوهم بواحد لصاق، وهذاك اللصاق كيخلي مثلا الشجره كترتق وكتخرج الفواكه بكثره، بحال العنب مثلا، هذاك العرش ديال العنب كيترتق وكيخرج العناقيد بكثره. قبل الاول، لان هنا بحال بغينا نصحوا خلق الله، بحال ماشي تحسين الانتاج. نعم تحسين الانتاج كيكون، نعم تحسين الانتاج كيكون بالسمد وكيكون بالري وكيكون نعتنيو بالحقل، نعم، ولكن لا يعني اننا نغيروا الناموس الكوني. هذا خطأ في الانتاج. فالبطيخ الان هو البطيخ جيد، في ماده ليكوبين، في املاح معدنيه، في فيتامينات، فيتامين سي وب1 وب6، في مانيزيوم وفي بوتاسيوم وفي يعني كالسيوم وفوسفور، في النواة ديالو فيها الأوميغا 6 والسيلينيوم، أوميغا 3 والسيلينيوم، في لينيانات وفي ألياف خشبية في النواة ديالو التي تصلح. نعم هو ينعش وكيبرد الجسم، كينعش الجسم، وإلا كالوه الناس في الصيف لأنه كيجتمعوا هو الطماطم ما كيخليوش ديك الجذور الحرة ديال اللحوم اللي كتطلع الكوليسترول وكدير سرطانات ودير أي شيء، أمراض القلب والشرايين، الأتيروسكلروز وما إلى ذلك. فهذا ناموس كوني مضبوط ضبطه الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط يكون الدلاح طبيعي بري، ويكون البذور ديالو غير مغيره، وما يكونش عنده سماد، وما يكونش عنده مبيدات.